بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة STC سلموني تريدينج شانل. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الجزء الرابع والأخير في سلسلة مقدمة إلى دراسة الشموع اليابانية في التحليل الفني للأسواق المالية. أحب أوضح إن الكورس ده خاص بالتداول على أزواج العملات، عشان كده أنا مش هجيب سيرة وقف الخسارة أو تحديد الأهداف، لأن دي مصطلحات خاصة بسوق الفوركس ولا تستخدم في الباينري. وإن شاء الله بمجرد الانتهاء من هذا الكورس سنبدأ بشرح كورس جديد خاص بسوق الفوركس. تكلمنا في الثلاث مقدمات السابقة عن الشموع اليابانية، وعرفنا يعني إيه شمعة ومما تتكون وما دلالة لون الشمعة وماذا يعني لي كمتداول حجم الشمعة وأطوال ذيولها. وقلنا أنه كلما كان حجم الشمعة كبير كلما دل ذلك على قوة صاحبها، سواء كان بائعا أو مشتريا، بوليش أور بيريش. وكلما كانت الذيول طويلة كلما كانت المقاومة كبيرة، وقلنا أن هذه الذيول قد تمثل دعم أو مقاومة على حسب المكان الذي تتواجد فيه. واختصرنا جميع أنواع الشموع اليابانية المهمة بالنسبة للمتداول إلى حوالي 25 نموذج تقريبا، منهم حوالي 22 نموذج انعكاسي وثلاث نماذج استمرارية. وقلنا أن نماذج الشموع اليابانية بأنواعها تنقسم إلى أربع مجموعات: نماذج تتكون من شمعة واحدة، نماذج مكونة من شمعتين، نماذج مكونة من ثلاث شمعات، نماذج تتكون من أكثر من ثلاث شمعات. أما عن كيفية التداول بهذه النماذج فهناك عدة قواعد وشروط يجب الالتزام بها أثناء التداول. أولا، بالنسبة للنماذج الانعكاسية لابد أن نفهم أن مصطلح نماذج انعكاسية في الشموع اليابانية لا يعني بالضرورة أن السعر سوف ينعكس مباشرة، وإنما معناه العملي أن السعر مرشح لتغيير مساره في المرحلة القادمة، وانعكاس السعر هو أحد الخيارات المتاحة. طيب، ما هي هذه الخيارات المتاحة أمام السعر في حال تشكل النموذج الانعكاسي؟ عندي ثلاث احتمالات. الأول، السعر يكون في اتجاه صاعد يتشكل فيه نموذج انعكاسي ينعكس السعر بعده مباشرة كما في هذا المثال. الثاني، السعر يكون في اتجاه صاعد يتشكل فيه نموذج انعكاسي، ولكن هذا النموذج يدخل السعر في اتجاه عرضي نسميه مرحلة انتقالية تسبق الانعكاس الكلي، ثم ينعكس الاتجاه بعد ذلك كما في المثال الذي أمامي. أما الاحتمال الثالث هو استمرار الاتجاه بعد مرحلة انتقالية كما في المثال الذي أمامي، يعني بيكون عندي السعر في اتجاه معين وليكن صاعد، ثم يتشكل معي نموذج شموع يابانية انعكاسية. هذا النموذج يدخل السعر في مرحلة انتقالية كما هو موضح على الشارت، ولكن بعد هذه المرحلة الانتقالية يحدث استمرار لنفس اتجاه السعر الرئيسي الذي كان يسير فيه، وفي هذه الحالة يكون بسبب فشل النموذج الانعكاسي بسبب ضعفه. عشان كده لازم تعرف ان النماذج الانعكاسية نوعين: رقم واحد، نماذج مفصلية تدل على وجود احتمالية كبيرة جدا لعكس الاتجاه. 2، نماذج اقل درجة من النماذج المفصلية لكنها تبقى نماذج انعكاسية ترشح السعر لتغيير مساره السابق. وعلى وجه العموم احنا دايما بنتعامل مع النماذج الانعكاسية على انها انعكاسية، سواء كانت قوية او ضعيفة، مفصلية او غير مفصلية، من الدرجة الاولى او من الدرجة الثانية.
وأهم ما يميز هذه النماذج الإنعكاسية أنها رقم واحد لازم تيجي في ترند صاعد أو ترند هابط ولا تأتي في اتجاه عرضي، وإذا جاءت في اتجاه عرضي فإن السعر بعد ذلك مرشح لعكس الاتجاه. رقم اتنين في معظم الأحوال النماذج الإنعكاسية لا تعكس الاتجاه مباشرة، لكنها تكون دليل ومؤشر وعلامة بتديني إيحاء بقرب انعكاس الاتجاه. رقم ثلاثة تكون هذه النماذج ذات فاعلية أكبر في عكس الاتجاه السابق لها إذا كانت عند منطقة مقاومة في الاتجاه الصاعد أو عند منطقة دعم في الاتجاه الهابط. رقم أربعة في أغلب الأحيان لا تعمل الشموع اليابانية بمفردها، لكنها تعمل مع بعض النماذج المركبة من شموع أخرى كما سنرى فيما بعد. أما بالنسبة للنماذج الاستمرارية فإنها تعمل بشروط معينة وبضوابط معروفة سوف نتحدث عنها بالتفصيل حينما نتعرض لأنواع هذه النماذج. وبالنسبة لأسماء الشموع اليابانية فإن أكثر ما يميزها هي الأسماء التي اختارها اليابانيون لها، فهم استقوا هذه الأسماء من الطبيعة ومن الحروب ومن الحياة. من الحياة اعتبروا سوق المال ما هو إلا حلبة صراع كبيرة بين الثيران الذين يمثلون المشترين بولش وبين الدببة البائعين بيرش. وفي الغالب الأسماء تدل في معظم الحالات على وظيفة هذا النموذج، فهم شبهوا المهزوم بالخاسر والمنتصر بالرابح، كما اعتبروا المحافظة على رأس المال بمثابة الدفاع عن النفس. ومن الحياة استخدموا نموذج هرامي يعني المرأة الحامل، فهي من الشموع الجميلة شكلا وموضوعا، فالجسم الكبير الذي بداخله جسم صغير ما هو إلا تصور لشكل المرأة الحامل. وكما أن الحمل بداية لتحول جذري في حياة أي امرأة، فإن ظهور هذا الشكل على خريطة الأسعار يوحي بميلاد طريق جديد وتغير في حركة الأسعار. كذلك مصطلح نجمة المساء شوتينج ستار انذار بحلول الظلام وبداية انخفاض الأسعار، ومصطلح نجمة الصباح مورنينج ستار هي تبشر بالخير وتعطي تفاؤل بارتفاع الأسعار وارتفاع مسارها بعد هبوط حاد. وكذلك مصطلح غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر إشارة إلى احتمال سقوط الأمطار أي هبوط الأسعار، إلى غير ذلك من المصطلحات التي سوف نتعرض لمعناها عند شرح كل نموذج على حدة. نلتقي في اللقاء القادم بإذن الله مع النموذج الأول من نماذج الشموع اليابانية. إلى أن ألقاكم لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلم الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي لسوق المال والأعمال، وأذكركم وأذكر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم.